شكرا لك يحيى. بعد ساعات قليلة من إعراب واشنطن عن تفاؤل حذر عن التقدم في مفاوضات صفقة وقف إطلاق النار في غزة، نتنياهو يقول إن إسرائيل ليست جاهزة لقبول مطالب حركة حماس في المفاوضات، ويؤكد بقاء الجيش الإسرائيلي في معبر رفح ومحور فيلادلفيا. حماس تعلن عدم تلقيها تأكيدا من الوسطاء، وتصف نتنياهو بالمماطل. إذن لا يأبه نتنياهو بالتفاؤل الأمريكي بشأن إمكانية إبرام صفقة ولا بمخرجات الاجتماعات التي عقدت في الدوحة وستعقد في القاهرة. يكرر شروطه، يجب أن تسمح أي خطة بالعودة إلى القتال حتى تحقيق جميع أهداف الحرب، ويضيف إسرائيل ليست جاهزة لقبول مطالب حركة حماس. نتنياهو الذي يواجه شارعا غاضبا يصف سلوكه بالعار، استبق أيضا جلسة مشاورات أمنية ستحتضنها القاهرة لبحث إعادة فتح معبر رفح، مشددا على ضرورة الإبقاء على سيطرة أمنية إسرائيلية على المعبر ومحور فيلادلفيا. حجته في ذلك ضمان ألا يشكل قطاع غزة تهديدا وفق التعبير الإسرائيلي. البيت الأبيض عبر مستشار الأمن القومي أعلن أن واشنطن تتوقع التوصل إلى اتفاق في غزة، مؤكدا أن القضايا العالقة بشأن صفقة تبادل الأسرى قابلة للحل، فيما قالت حركة حماس إنها لم تبلغ من الوسطاء بأي تطور في المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وصفة التفاؤل الأمريكي بالحذر الذي يعكس شكوك واشنطن من مواقف نتنياهو المعطلة للمفاوضات. نسأل في هذه المساحة الحوارية عن دلالات تصريحات نتنياهو ومعانيها وانعكاساتها على المشهد الميداني والسياسي، فضلا عن مسار المفاوضات. كذلك نبحث في مآلات الحرب في ظل بقاء إسرائيل في معبر رفح ومحور فيلادلفيا. لنقاش في هذه الحلقة ينضم إلينا من حيفا أمير مخول الباحث في الشأن الإسرائيلي، وأيضا ينضم إلينا من إسطنبول مأمون أبو عامر الكاتب والباحث السياسي، وكذلك من مونتانا مايك ميلروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي سابقا. أهلا بكم ضيوف الكرام جميعا، وأبدأ معك من إسطنبول مأمون أبو عامر الكاتب والباحث السياسي. بعد أن كانت الأجواء في الفترة الماضية كلها إيجابية حول موضوع الصفقة وهذه المفاوضات التصريحات، حتى في إسرائيل انعكس الأمر إيجابيا على أسواق البورصة وعلى العملة وغيرها، يخرج علينا بنيامين نتنياهو بهذه التصريحات وهذه الشروط. هل بعد هذه التصريحات نسفت هذه المفاوضات؟ بداية تحية لك ولمشاهدي الكرام ولضيوفك الكرام. أعتقد أن التصريحات هي محاولة للتفجير أو محاولة من نتنياهو دائما الذهاب بعيدا، وأنه سيد الموقف وأنه يسيطر على الأمور، وقد يكون هذا من باب اقتناع نتنياهو أنه ربما يكون هناك اتفاق وبالتالي هو يفرض آراءه. في هذا السياق أعتقد أن جزء من هذه السياسة تبع نتنياهو دائما الهروب بعيدا والابتعاد عن المشهد مباشرة، بحيث أن لا يكون هناك قيود تقيد نتنياهو، وكأن نتنياهو فوق الجميع وأن الجميع يجب أن يخضع لشروط نتنياهو. فنتنياهو سيد المنطقة، سيد البيت الأبيض، وسيد العالم كله، وبالتالي هو دائما فوق الجميع، ولذلك هو دائما يضع شروطه ودائما يفترض أنه فوق هذه الأمور. لكن واقع نتنياهو السياسي أعتقد أنه وضع صعب ومعقد جدا، ولذلك واقع الأزمة يفرض عليه الخروج بهذه المواقف وهذه الاشتراطات حتى يظهر أنه صاحب موقف قوي ويفرض نفسه. أما بالنسبة إلى الإيجابيات، أعتقد أن أكثر جهة
صدرت مواقف تحدث عن الايجابيات هي هو الجانب الاسرائيلي، سواء مسؤولين اسرائيليين، سواء تصريحات منسوبه الى مسؤولين اسرائيليين او جهات او اعلاميين مقربين من نتنياهو، كان واضحا انهم هم يتحدثون عن الوضع الايجابي، وهذا الوضع الايجابي، والحديث ان نتنياهو ان عن حماس تنازلت عن شرط الاساسي لنتنياهو بعدم اشتراط وقف اطلاق النار في المرحله الاولى، هذه الامور هي تحاصر نتنياهو، ولذلك خروج نتنياهو بهذه التصريحات هو يحاصر نفسه واكثر مما يحاصر الطرف الاخر. حماس بالنسبه اليها موقفها واضح وثابت باتجاه ان هذه العمليه كلها تهدف الى تبادل الاسرى ووقف اطلاق النار ورفع الحصار واعاده الحياه الى قطاع غزه. في هذه الحاله سيد امير مخول، يعني عادة في هكذا نوع من المفاوضات يكون هناك اتباع لسياسة معينة، سواء بصمت إعلامي بعدم الحديث عن أي شيء أو بتصريحات إعلامية، ولكن جميعها تصب في هدف الضغط في هذه المفاوضات أو تحقيق مكاسب ما. بالنسبة لنتنياهو، هل تصريحاته هذه علما بأنه أرسل الوفود إلى التفاوض وهو أرسل الآن وفدا أيضا إلى القاهرة، هل يريد الضغط أم النسف؟ يعني يريد، لديه نوايا بالنسف، لكن ليس بالضرورة أنه يستطيع أن ينسف المفاوضات أو أن ينسف الصفقة. أعتقد هناك عدة عوامل داخلية وخارجية ومخاطر كبرى استراتيجية في حال رفض الصفقة، لذلك قد يذهب إلى الصفقة الاحتمال الأكبر، وإلى على الأقل إلى المرحلة الأولى من الصفقة، ثم ينقص تعهداته كما دائما. لكن هناك نوع ايضا من دائما نتنياهو يسعى الى خربطه الاوراق في اللحظه الاخيره، في مسعى الى اصطفاف الى مخاطبه الاصطفافات السياسيه الداخليه الاسرائيليه. يعني نتنياهو اليوم معني في ادخال حزب اليمين الرسمي ما يسمى بقياده جدعون سعد، وهو اصلا نشا في الليكود ومن الجناح العقائدي، وهو يعارض الصفقه أن يضمه، وهناك نداءات في حزب الليكود أن يكون هو وزيرا للأمن بدل جالانت. لكن أيضا هذه الخطوة ليست بالضرورة أن تسير بسهولة، لأنه سيكون هناك احتجاج شعبي عارم وقد يسقط الحكومة. الوضع السياسي الآن أنه إذا نتنياهو عمليا حاول منع الصفقة قد تسقط الحكومة أكثر من مما لو ذهب إليها، لأنه إذا ذهب إلى الصفقة وأبرمها عمليا هناك يوجد لديه شبكة أمان من أحزاب المعارضة التي التزمت بذلك، وأيضا لا يوجد لديه معارضة في الحكومة سوى بن كبير وسمطرش، واللذان كل منهما لا يوجد لديه أي بيت سياسي سوى الائتلاف الحاكم وبخلاف الأحزاب الدينية الحربية. لذلك نتنياهو يسعى إلى هذا الأمر، أعتقد لا يستطيع أن يواجه مسؤولية أو استحقاقات مسؤولية إخفاق الصفقة، لذلك أعتقد أكثر استهلاكية هذه الشعارات لحد الآن. المنظومة الأمنية قد تكون في صراع مكشوف جدا مع نتنياهو في حال قام بهذا الفعل فعليا، لذلك من المستبعد أن يجرؤ إلى اتخاذ خطوة من هذا النوع. لذلك سيد ميلروي، يعني إذا كنت تتفق مع أن التصريحات التي خرج بها نتنياهو هي استهلاكية وهو لا يريد أن ينسف هذه المفاوضات، لذلك خرج جيك سوليفان وقال ما زال بالإمكان التوصل إلى اتفاق. أنا سعيد بتواجدي معكم. أظن أن هناك تفاؤل، لقد رأينا في الولايات المتحدة الأمريكية وجيك سوليفان، وأيضا بحسب عدد من المسؤولين الأمريكيين هناك اتفاق يصل حتى إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، ولكن هذا ليس مؤكد بالضرورة بحسب بيانات إسرائيل، خاصة رئيس الوزراء نتنياهو. هو يحاول ربما أن يصل إلى هذا الاتفاق، ربما هذا الحل الأفضل، ولكن نحن نرى أنه لا يريد وقف إطلاق النار، وهذا قد يكون الخيار الأسوأ. ونحن ننتظر أيضا الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر. إدارة بايدن من الواضح أنها
أنها تريد رؤية وقف إطلاق النار، وهذا ما كانت تريده لأشهر ماضية، وهذا ضروري لسياستها وأيضا للجهود السياسية. فالحرب في غزة لا تحصل على وجهة نظر إيجابية من الديمقراطيين في الناحية السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أيضا يريدون رؤية وقف إطلاق النار لأن هذا سوف يخفض من التوتر بين إسرائيل وحزب الله وإمكانية النزاع. فأنا أرى أنه هناك بذل جهود في هذا المجال، ولكن القرار يعود إلى حماس، وأظن أنه في مراحل كان هناك إيجابية. وأيضا إسرائيل ورئيس الوزراء نتنياهو، ونتنياهو يبدو أنه مهتم أكثر في الحفاظ على حلفه الذي يتضمن اليمين المتطرف الذي قد ينهار. فهناك شؤون سياسية متعددة الآن، وسوف نجد ما إذا كان في نهاية المطاف نتنياهو سوف يوافق على هذا الاتفاق ويمضي قدما، أو سوف يكون هناك مماطلة إضافية من ناحيته. ذكرت بأن الأمر متعلق بحماس، ما هو المتعلق بحماس الآن؟ عندما يكون هناك اتفاق بين طرفين يجب أن يكون هناك اتفاق بين هذين الطرفين. فإذا أضافت إسرائيل عناصر إضافية على حماس بالتالي أن توافق عليها للتوصل إلى وقف إطلاق النار. فنقطتي هي أن الأمر ليس فقط متعلق بما تريده الولايات المتحدة الأمريكية أو مصر أو قطر، الأمر يعود فقط ولطالما عاد إلى إسرائيل وحماس للوصول إلى اتفاق. طيب. وإذا غيرت إسرائيل الظروف والشروط على حماس ربما الموافقة عليها بالتالي. لماذا على حماس الموافقة على تغيير هذه الشروط ووضع يعني شروط تعجيزية كما توصف من قبل نتنياهو؟ يعني هل ما لم يستطع نتنياهو تحصيله بالحرب تريدون من حماس أن تعطيه إياه على طبق من فضة في المفاوضات؟ أظن أنكم تسيئون فهمي، فأنا أقول أنه يجب على الطرفين الاتفاق. أنا لا أقول أن حماس يجب أن توافق على كل ما تريده إسرائيل، ولكن إذا أضافت إسرائيل نقاط إضافية إلى المفاوضات فيمكن لحماس الموافقة أو الرفض، وإذا لم توافق لن نصل إلى وقف إطلاق النار. فنقطتي مجددا هي أن الأمر ليس معتمد على إرادة الولايات المتحدة الأمريكية بالوصول إلى وقف إطلاق النار، فالأمر يعود إلى الطرفين الفاعلين، هي إسرائيل وحماس. طيب. سيد مأمون أبو عامر، هناك وفد يرأسه رئيس الشباك انطلق أو سينطلق إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات، مفاوضات القاهرة، والتي أكدت مصادر للعربي بأنها بعيدة تماما عن مسار المفاوضات، هي تتعلق بالأمور الأمنية، معبر رفح، محور فيلادلفيا. بالمختصر يبدو بأنها تتعلق بما يتعلق بالحدود مع مصر. نعم، أعتقد أن زيارة رئيس الشباك هي تمثل الجزء الثاني من شروط نتنياهو الجديدة التي وضعها، وقال أنه لابد أن يكون هناك سيطرة إسرائيلية على معبر رفح وعلى محور فيلادلفيا. أعتقد أن السيطرة يعني عدم الموافقة على وقف إطلاق النار. وجود القوات الإسرائيلية قد تقبل مثلا حماس أن تكون في فترة تهدئة أيام معدودة حتى تنسحب القوات الإسرائيلية، إعادة ترتيب وانتشار القوات، لكن أن تبقى دائما هذا معناه أن لا يوجد وقف إطلاق النار ولا يوجد انسحاب، لأن الخطة تقتضي الانسحاب الإسرائيلي. ولذلك البقاء الإسرائيلي في معبر رفح لا معنى له إلا إلغاء الصفقة. أما لذلك ذهاب الوفد، وهذا يتطابق مع حديث وزير الدفاع الإسرائيلي الذي يتحدث عن إمكانية وجود منظومة جدار تحت الأرض للرقابة والرصد تحت الأرض لمنع التهريب والرقابة على معبر رفح. لكن وهذا مسألة تحتاج إلى نقاش، كيف ستكون المرقبة الإسرائيلية؟ هل ستكون بنفس الآلية التي حدثت في عام 2005 عندما سحبت إسرائيل من قطاع غزة، أن تكون هناك طرف دولي موجود للرقابة؟ المشكلة أن الجانب الإسرائيلي نتنياهو يرفض لا حماس ولا السلطة، فمن سيأتي؟ لا أحد يستطيع من الطرف الفلسطيني أن يأتي ويكون بديلا لا عن حماس ولا عن السلطة، هذا مستحيل في الشارع الفلسطيني يعني. وحتى السلطة الفلسطينية إذا جاءت على معبر رفح ستأتي باتفاق مع حماس،
وبالتالي التوافق فلسطينيا هو الذي سيكون الحل، والا معنى الكلام ان نتنياهو ينسف الامور ولا يريد الصفقه ويضع العصا في الدواليب. ولذلك اعتقد ان الجانب الامني المهني يعرف بامكانيات تحقيق الاهداف الامنيه بدون الوجود الامني المباشر الذي يستفز القضايا المرتبطه بالهويه الوطنيه وبالسيطره الوطنيه على المعبر، لان هذا معبر رفح بين غزه وبين قطاع فلسطين ومصر، فكيف ستكون الجانب الإسرائيلي يشرف عليه؟ لكن ربما يكون هناك حاجات أمنية يقوم بها طرف ثالث، أمم متحدة، اتحاد أوروبي، مثل هذه الأمور، ربما يكون هناك حل كما حدث في الماضي. أما أن يكون تواجد إسرائيلي مباشر أعتقد هذا أمر لن يكون مقبولا، ولذلك أعتقد أن ما يطرحه الجيش الذي كان جهة مؤسسة يعني فيها مهنية في المجال الأمني وترى أن الحل يكمن في إيجاد آليات فنية وتقنية، واليوم الوسائل التقنية والحديثة تستطيع أن تلبي كل الحاجات الأمنية في منظومات الرقابة بدون طيب التواجد الفيزيائي لماذا يرسل على الأرض، يعني وبالتالي هذا على أي أرضية سيناقش هذا الوفد إذا كان نتنياهو قال بأنه السيطرة على محور فيلادلفيا ومعبر رفح ستبقى إسرائيلية، على أي أساس أرسل هذا الوفد؟ نتنياهو كما قلنا يعني وتحدث الزميل من حيفا، أعتقد أن نتنياهو هي في مرحلة رسائل داخلية، يعني ليس وهو الآن لازال في حل من الصفقه، ولا يريد ان يتحدث بمنطق الايجابي. دائما نتنياهو كما قلت انه دائما يحاول ان يكون بعيدا عن الالتزامات، وحتى حتى يعني الى متى يعني كانهم دائما في حاله، هذا يعتقد بانتظار الوصول الى التفصيلات النهائيه في موضوع الصفقه، حتى ولذلك في بعض التفصيلات النهائيه في موضوع الأسرى، في موضوع وهوياتهم ومن سيخرج والفيتو الإسرائيلي، موضوع المراقبة، طريقة المراقبة، وموضوع حل مشكلة عودة النازحين من الجنوب إلى الشمال، وكيف ستتم هذه الأمور وترتيبات الانسحاب. هذه التفصيلات نتنياهو دائما يحاول أن يحافظ لنفسه سلطة اتخاذ القرار، لأن هذا يرضي غروره وطبيعته الشخصية السلطوية في الحكم. ما الذي يجعل سيد أمير مخول، ما الذي يجعل هذه المرة فعلا ننظر إلى هذه الشروط التي وضعها نتنياهو وتصريحاته على أنها استهلاكية كما ذكرت، أو محاولة تفجير أو رسائل داخلية، بالنظر إلى من يرى مثلا، هناك من يرى بأنه بالنسبة إلى نتنياهو الآن الظروف كلها مواتية له للتصعيد بشكل أكبر، الإسرائيليون متحضرون نفسيا، هم يعتقدون أنهم يدافعون عن وجودهم الآن، الولايات المتحدة بوارجها يعني موجودة على الحدود وفي تهديد مباشر لأي تحرك ضد إسرائيل، الظروف كلها مواتية الآن لكي يوسع دائرة هذه الحرب، وأمريكا موجودة لتساعد. لو كان حسم في إسرائيل أنه ستذهب أو ستعلن حربا مفتوحة على حزب الله على لبنان وبأبعاد الإقليمية والدولية لكان فعل ذلك وبشكل واضح ورفض الصفقة. أعتقد أحد أهم يعني مركبات الصفقة هو ليس فقط ما يحدث في غزة، هو كل الصورة، ولذلك واضح الأمور اليوم إذا لم تحدث صفقة وتابعة في غزة سوف تبقى الجبهات الأخرى مشتعلة، وهذا قد تصاعد لأن الأمر إسرائيليا بات غير يعني قابل للاستيعاب أو للسيطرة، والأمور تبدو هزيمة أو إخفاق استراتيجي إضافي كبير جدا. لكن إذا ذهبت إسرائيل إلى حرب مفتوحة قد تكون النتيجة متفاقمة أكثر، هذا لا يعني من ينتصر عسكريا ومن له ترسانة أكبر وسلاح طيران أكثر. إلى أي مدى إسرائيل قادر اليوم أن تخوض حربا إضافية اقتصاديا بشريا عسكريا؟ هناك تذمر في داخل الجيش، هناك تذمر أيضا في المؤسسة الأمنية، تعتبر أنه الحرب في لبنان إذا كانت نتيجة بسبب عدم الذهاب إلى الصفقة ستكون حربا سياسية، لن يكون عليها إجماع، لا يوجد إجماع حتى اليوم على هذه الحرب، قد يوجد أغلبية حوالي 50%، لكن حوالي ثلث الإسرائيليين اليهود أقصد بعارضوا الحرب ويطلبون الصفقة كبديل. هناك قناعة في الرأي العام أنه هذا ممكن، لكن أعتقد أنه الأمور أيضا في لها منحى آخر.
وهو أن المفاوضات الجارية الآن دخلت المستوى التنفيذي والتفصيلي وليس فقط الإطار. يعني رئيس الشباك رغم ما قيل وتفضل به الضيف الآخر، هو يذهب بالأساس باعتقادي ليس بالضرورة بما يعلن. رئيس الشباك هو المسؤول الأول عن هوية الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم في التبادل، وهو المسؤول الأول عن أين من هم وإلى أين سيتم إطلاق سراحهم، هل سيكون مثل صفقة شريط إلى خارج البلاد في حين أبعد سكان من غزة من الضفة إلى غزة، لأن لا توجد إمكانية في أن يكونوا في غزة لأن إسرائيل سوف تقتلهم. ولذلك سوف يكون مثل هذه الأمور قد يتفاوض عليها وعلى الأرقام وعلى التفاصيل في هذا الشأن. لذلك الأمور إسرائيليا داخليا أعتقد سوف تؤدي إلى انفجار، قد تؤدي على مستوى الشعب إلى أنواع من العصيان المدني، لأنه الأمور لا تقبل يعني. وبالإضافة نتنياهو معني أنه يذهب إلى واشنطن لإلقاء خطاب في أمام الكونغرس، أعتقد ستكون المشهد ليس الخطاب في حال نفذه فيما لو لم تحصل صفقة، وإنما المظاهرات الإسرائيلية واليهودية الأمريكية ضده، وهذا سوف يؤدي يعني يجعل تظاهرة القوة التي يسعى إليها إلى تظاهرة ضعف طيب. وتظاهرة عجز أمام هذا المشهد. طيب سيد ميك ميلروي، من وجهة نظر الإدارة الأمريكية، هل تعتقد إدارة بايدن فعلا بأن نتنياهو مستعد لأن يعطيها هذه الورقة الداعمة لها في الانتخابات وأن يقوم بإبرام هذه الصفقة؟ أظن أن هناك شكوك متزايدة في أنه لن يقوم بهذا الأمر، وإذا توصلنا لاتفاق ما قال ضيفكم الكريم، نتنياهو قادم إلى واشنطن وهذا يعتمد على الخطاب الذي يقدمه أمام الكونغرس. هذا هنا سوف نحصل على الإجابة. قد ينظر إلى إمكانية ربما لإدارة ترامب التي قد تصل إلى الرئاسة لتكون داعمة له أيضا وفرض ضغوط أقل من إدارة بايدن التي تفرضها عليه أساسا. ومن المهم الذكر أن رئيس الوزراء نتنياهو يتلقى ضغطا ليس فقط في حكومته مع مغادرة بني جانس ولم يغير وجهة نظره هذا الأمر، ولكن أيضا من داعميه، وهذا أيضا لم يؤثر على رأيه. فيجب أن نكون واقعيين فيما إذا كان هناك وصول لاتفاق، بكل تأكيد يجب أن يتم توصل إلى اتفاق وإدخال المساعدات الإنسانية والإفراج عن الأسرى وإدخال المساعدات إلى غزة، ولكن هذا القرار يعود إلى إسرائيل وحماس، وسوف نجد إذا رئيس الوزراء نتنياهو والتفاوض يكون إيجابيا. أظن أن في الأسابيع القادمة خاصة قبل زيارته إلى واشنطن سوف نرى. طيب في هذه الحالة ولنفترض بأنه لأنه نحن نأخذ بما نراه، نحن سمعنا ورأينا التصريحات التي قالها اليوم، وهي تصريحات تنسف أي مجال لأي تفاوض. لنفترض فعلا بأنه لا يريد إبرام هذه الصفقة، وهو مقتنع تماما بأن الضغط العسكري هو الحل الإفراج عن الرهائن. هل ستستمر الولايات المتحدة في دعمه؟ يبدو أنه فقدنا السيد ميك ميلروي. طيب فقدنا، أذهب بهذا السؤال لك سيد مأمون أبو عامر، نفس السؤال يعني، باعتقادك كيف سيكون موقف الولايات المتحدة في هذه الحالة؟ هل ستستمر بالدعم بالأسلحة؟ الولايات المتحدة الأمريكية يعني هي مع إسرائيل ظالمة ومظلومة، يعني عمرها ما كانت ضد إسرائيل، وبالتالي هذه الإدارة الأمريكية خاصة إدارة بايدن إدارة يعني موقفها من إسرائيل موقف أيديولوجي، أنا داعمة لإسرائيل. ربما الخلاف هو قد يكون خلاف شخصي ونظرة حول التفصيلات وليس حول المواقف والمبادئ، وبالتالي إذا كانت إسرائيل دخلت أزمة وصراع فالولايات المتحدة معها مباشرة قلبا وقالبا، لا أعتقد أن الإدارة الأمريكية ستتراجع عن هذا الموقف، وهذا ما يشجع نتنياهو أنه يعتبر نفسه أنه صاحب حق على الولايات المتحدة الأمريكية، وكأن الولايات المتحدة الأمريكية مدينة له بدعمها له، وأنه يجب عليهم أن يدعموا وليس طيب. منة من الأمريكان، ولذلك هذا الأمر لك. محسوب سأعود محسوب سأعود لك بالنسبة. بسؤال آخر، ولكن عاد معنا السيد ميك ميلروي. يعني كنت أسألك عن موقف الولايات المتحدة في حال لم
تتم إبرام هذه الصفقة، هل ستستمر في دعم نتنياهو بالأسلحة؟ أظن أن العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تتخطى أي قائد، إن كان هذا القائد في واشنطن أو في تل أبيب. فأظن أن الدعم سوف يستمر لنتنياهو بالأسلحة. قد يكون هناك استعداد إذا ازداد التوتر مع حزب الله، فقد يكون هناك تدخل عسكري أكبر. وأظن أن هناك قلق أيضا من إيران، وهذا ما رأيناه عندما أيضا تم إطلاق المسيرات. فأظن أن الدعم الأمريكي سوف يستمر، وهو من الحزبين. قد يتم منع إرسال بعض الأسلحة التي استخدمت في غزة كما رأينا مسبقا، ولكن لن يكون هناك قطع في الدعم العسكري بشكل كبير. نعم سيد مأمون أبو عامر، ما هي مساحات حركة حماس والمقاومة عموما في التحرك الآن بعد هذه الشروط التي استمعنا إليها من نتنياهو؟ اعتقد ان يعني المقاومه يعني عندها خيار الاستمرار في المقاومه والقتال، يعني اذا كان الاحتلال لا يريد الوصول الى الصفقه، ولذلك هو سيفقد يعني هذا استمرار القتال، ربما يؤدي الى فقدان حياه الاسرى الاسرائيليين. وحركه حماس حريصه على ارواحهم بقدر ما تستطيع، لكن اذا استمر القتال لا ندري بالضبط كيف تسير الامور. يعني وهناك قصف جوي، هناك متفجرات تصل الى الاعماق، احيانا قد تصل الى الخنادق او الانفاق التي موجود بها بعض الاسرى، هذا مما يعرض حياتهم للخطر. واستمرار التجويع وهذا سينعكس ايضا على واقع الاسرى. لذلك المقاومة خيارها الاستمرار في القتال، لأنها مضطر، الخصم لا يريد وقف القتال. الاحتلال سيخسر هذه المعادلة بأنه لا يحقق الهدف الأساسي وهدف مركزي والآخر الأساسي في موضوع يعني إذا الجمهور الإسرائيلي، وهو إطلاق سراح الأسرى. وهذا طبعا مشكلة كبيرة تحدى القيادة الإسرائيلية. الجيش الإسرائيلي نفسه سيكون مضطر لمواجهة حركة حماس في كل مكان. وشاهدنا كيف ان الجيش الاسرائيلي عندما يرجع الى اي مكان فان المقاومه لا، يعني كان الجيش الاسرائيلي يتحدث ان تم القضاء على فرق وتفكيك 24 كتيبه من كتاب حماس، يجد ان الكتاب تعاود وتقاتل بكل بساله بكل جداره. هذا يعني ان هناك الحرب ستستمر، قد تستمر اشهر ربما تستمر سنوات، وهذا سيؤدي الى ضحايا كثر في المدنيين الفلسطينيين. وانا شاهدنا الان مجاعه ضخمه في شمال قطاع غزه. يعني الجيش الإسرائيلي عندما قال لسكان قطاع غزة اذهبوا للجنوب في المنطقة الآمنة، لم يخرج إلا على بضع الأفراد قليلين، يعني ليس لديهم خبرة بما يدور في الجنوب. لماذا؟ لأن كل قطاع غزة في حالة مجاعة، كل قطاع غزة ليس لا يوجد فيه مكان آمن، وبالتالي الناس تشعر. اليوم سمعت بعض أهل سكان غزة فليضربونا بالقنبلة الذرية كما قال وزير التراث الإسرائيلي. يعني الأمر في قطاع غزة، هناك تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن معدل الوفيات في قطاع غزة بحساب الوفيات الذين قتلوا بسبب القصف أو بسبب الحصار والتجويع والمرض حوالي 186 ألف قتيل. طيب. في قطاع غزة أي واحد من كل 12 واحد فرد مواطن سكان قطاع غزة يقابله قتيل واحد من سكان القطاع. طيب. وهذا أرقام خطيرة جدا. يعني الإدارة الأمريكية وإسرائيل ستتحمل مسؤولية مذبحة كبيرة في التاريخ، ستسجل على يعني وصمة عار في جبين. طيب. الإدارة تصريحات على المستوى العسكري. نعم سيد أمير مخول، تصريحات على المستوى العسكري التي تتحدث عن أنه يعني لكي يتم القضاء على حماس كما يريد نتنياهو يحتاج الأمر إلى سنوات، 5 سنوات أو أكثر. ولكن أود أن أسألك عن نقطة نختم بها الحلقة بناء على ما نراه الآن. يعني نحن سمعنا تصريحات نتنياهو سواء حللناها إن كانت استهلاكية أم رسائل إلى الداخل، ولكنه وضع عناوين عريضة للمضي في هذه المفاوضات ووضع شروط هي تعجيزية ستكون بالنسبة لحماس. أود أن أسألك الآن على المستوى العسكري، هل يمكن بما أن هناك خلاف ظاهر على الأقل بينه وبين المستوى السياسي، هل يمكن للمستوى العسكري أن يتخذ قرار بإيقاف هذه الحرب بمنعزل عن نتنياهو؟ هل هذا وارد؟ يعني وارد إذا كان هناك تناقض دستوري فعليا بين المستويين وقناعة المستوى العسكري أنه نتنياهو يعمل ضد المصلحة
للأمن القومي الإسرائيلي بشكل واضح وسافر. هذا عندها ممكن، أن هذا واجب الجيش وهذا واجب الشباك وهذا واجب الموساد في الدفاع عن إسرائيل. قاموا بذلك نوعا ما ب 2015 ضد مهاجمة إيران في حين وفي حدود التوتر الشديد الذي كان، لكن أعتقد المستوى العسكري فقط في مثل هذه الحال. لكن أعتقد بالأساس اليوم أنه مهم نرى أنه نتنياهو ليس صاحب القول الفصل في نهاية المطاف. هو يملك ورقة الحرب لكنه لا يملك ورقة الأسرى، هي ملك حماس، وعليه أن يختار بين خيارات صعبة جدا. أعتذر، انتهى وقت الحلقة. أشكرك أمير مخول، باحث في الشأن الإسرائيلي من حيفا عبر خدمة سكايب، كما أشكر مايك ميلروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي سابقا من مونتانا عبر خدمة سكايب، ومأمون أبو عامر كاتب وباحث سياسي من إسطنبول عبر الأقمار الصناعية.